وفي نشرة إخبارية سابقة أكدت سعادة الأستاذة فضيلة الأكرم مدير إدارة حماية المستهلك أن الإدارة تستند في مخالفاتها على القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2007 الخاص بضوابط التخفيضات. يقوم المحل التجاري بتقديم جميع المستندات المطلوبة والتي سوف يرشده إليها النظام، وبعد استيفائه لجميع الشروط يقوم المختصين بإدارة حماية المستهلك بدراسة جميع المستندات، وفي حال استيفائها للشروط والمعايير فيتم منح الترخيص لعمل تخفيض تجاري بالسوق. وطبعا بعد ذلك يتم التنسيق بين إدارة حماية المستهلك ومركز التفتيش الشامل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنفيذ زيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من استيفاء هذه الشروط التي تم منحها من خلال الترخيص لتنفيذها على أرض الواقع من خلال وجود الشهادة التي تثبت أن المحل فعلا أخذ ترخيص تجاري من الإدارة. تقوم الإدارة من خلال القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2007 الخاص بضوابط التخفيضات بمنح المخالفات كل على حسب مخالفته، فحيث من المهم لدينا أن يتم المخالفة على حسب نوعية المخالفة، فإذا كانت ترتبط بالأسعار مثلا أن هناك مخالفة في السعر الذي تم منح الترخيص على أساسه، طبعا يتم حسب قانون حماية المستهلك ويتم السير في الإجراءات القانونية.